اقفل الباب وما توقفش. هو ايه الحكايه يا اخوي؟ الطير انخطفنا. يا لهوي، معقوله؟ اه معقوله، اذا كانوا بيخطفوا الطيارات مش هيخطفوا الاتوبيسات. النبي يا ابني كنت عايز انزل هنا، ربنا يخليك. مفيش نزول. انتوا معايا. يا نهار اسود، ترى الشنطه دي فيها ايه؟ يا عم تلاقي فيها قنبله او مدفع. قال لك اه؟ قال لك ختم النسر؟ قال لك ماله ختم النسر؟ قال لك بختم النسر اخلي السيد سيد واخلي حسن نعيمه وسمسون دليله وهو يبقى هي والجلد الفسحه ضرب ضربها. قال لك بختم النسر اخلي الراجل يبقى ست والست تبقى جمل والجمل يبقى حمل والف مبروك ختم النسر. قال لك ايه؟ قال لك اه. الف مبروك يا جماعه بختم النسر. قال لك ايه؟ قال لك اه بختم النسر اخلي الجمل يبقى حمل. مصطفى، يا حاج مصطفى. انت يا استاذ معايا ايه؟ ولا معايا تعالى يا استاذ. انا يبقى فين؟ ايه واخديني على فين؟ في ايه؟ واكل في باسبورك. باسبور ايه؟ الباسبور بتاعك ليه؟ الباسبور اللي دخلت بيه هنا فين؟ ادخل بلدنا بباسبور، انا جاي من الارياف. تفكيرها سايبه، فكر البلد سايبه. ايه وكلام غير بواب، هو ده كلمه عايزين مني ايه؟ ولا كلمه، لا كلمه. معاك تاشيره دخول؟ تاشيره دخول؟ ادخل بلدنا بتاشيره دخول. معاك محفظه؟ ايه؟ معاك بطاقه؟ ايوه معايا بطاقه. وريني محفظه. وريني البطاقه. ايه بطاقه؟ شخصيه. وري البيت. وري البيت. ايه؟ الله مين؟ غريب سيد مخيمر. غريب سيد مخيمر. أيوة. معقولة؟ غريب. معقولة؟ أنا غريب. أيوة غريب. أنتوا تعرفوني؟ إيه اللي أنا أعرفه؟ ده أنت بلديات وكتاب الله، لكن إيه اللي جابك مصر؟ هي ناقصة عواطلية. الله يسامحك عواطلية، ده أنا جاي أنعنش الحركة الاقتصادية في مصر، أنا جاي أشغل فلوسي. فلوسك؟ إيه؟ هي فين فلوسك؟ ده مش في المحفظة، ده أنا شايلها. فين بقى؟ انما انتوا مين؟ انتوا عايزين مني ايه؟ وانت مين؟ انا مين؟ ايه؟ انت بتعرفش بيه ولا ايه؟ ده انا مدير المخبرين العرب، قسم مكافحه تهريب الجوافه. جوافه؟ بتهزروا معايا؟ سكت السلام اخويا. جوافه ده تسيبوه لي انا بقى، ده عايز تكتيك من نوع تاني، عايزكم تامنوا عليه من بعيد من غير ما يحس. يلا برضه خش. خش فين؟ لف السبت فين؟ في ايه؟ انت ما تاخدني فين؟ ايه؟ ارجع. انت مين؟ انت مالك مثبت الثبت ده كده ليه؟ اصل فيه خلجات. انت تعرف حد في مكافحة الجوافة؟ رجع الشبت ده ورا، مش عارف ادوس، كل ما اجي ادوس رجلي بتستنكف فيه. رجلك؟ اه. اتعدل يا اخويا عشان المرايه، اتعدل. هل انت من غير شر كده نازل فين؟ مش عارف. حدكش سكن ليه؟ حدكش؟ انت تكش وكي؟ ايه فاكي دي؟ أنا من قرية ميد يزيد من القمعة الشرقية. أهلا وسهلا بالشرقية وأجاوين الشرقية. وناوي تقعد كتير؟ على طول، أصل أنا بعت الطين وناوي أعمل مشاريع هنا بفلوسي. اهدي، إيه؟ أنت مالك ومال السبت؟ الفتيش معاه اللي عايز أنزله عشان الفتيش يمشي. الفتيش؟ آه. بقول لك إيه؟ انت عارف ان السكن غالي قوي هنا في مصر. ايوه عارف، بس انا ما يهمنيش، انا قدها وردود. ايه معاك تدفع؟ فلوس ياما الحمد لله. تصدق بالله انت ابن حلال وامك ده عيالك. انا لقيت لك سكن اللي هو. لقيت لي سكن؟ اه، هسكنك عند واحده قريبتي. نسوان لا. يا ساتر. بقول لك ايه، اوعى تطيري مننا، ده زبون سوق. خد السكة ما تخافش. فراك اخر. ايه ازاي الحال يا اخويا؟ عجبتك؟ ايه حلوة. بس بقول لك ايه، معلش انت هتقعد في الاوضه دي بس والصالة، لان بقيه الاوض الست قافله على حاجات فيها يعني. لو هتزعل اكلمها لك. لا النبي لا ابدا وكتاب الله، ده كده رضا قوي يعني، انا هقعد في بقيه الشقه. المهم الحساب كام؟ لا ما تخافش، أنا كلمتها لك وهي هتكرمك آخر كرامة. أيكوا يا ولاد مصر ما بتفهموناش بسرعة. حساب التنبيل يا راجل. عيب، أنت بتشتمني؟ مش عيب برضه لما آخد فلوس من واحد بلدياتي؟ أنا عايزك ترتاح، عايزك تبقى مرتاح آخر راحة. أنت تؤمر يا أخويا. كتر خيرك. الله يخليك. والله أنت ابن حلال. طيب أشتغل أنا بقى. مع السلامة. مع السلامة يا أسطى. سعيد. أيوه. تعتمد تسعيد. الله يكرمك. سلام يا بنت خالد. سلام يا روح قلبي. يجعلها ادم بتاعك. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. ده اني مبسوط قوي وربنا يجعلني جار من الجيران اللي النبي وصى عليهم. هو ابن خالتي كتير يا ابن حلال قوي. الشقة حلوة. بيت الشقة؟ لا والبلاط الخشب. جبته معايا. هو ايه؟ انت مين؟ بتاعي دي. انت اللي جبتوني يعني؟ لا ما جبتوش. انا عندي وقت اللي وماله مش عيب. أنا فوق منك عادل. مش عادل. على فكرة في فيلم الشباب امرأة النهارده. ابقى تعالى. أولها خير. السلام عليكم. عمار يا مصر. يا عمنا تشرب ايه؟ تشكر ما انت لازم تشرب حاجه. لو قدام الله مني ادم، اصل انا قبل ما انزل على طول شارب سطل شاي. وبعدين تعالى هنا. قال لك انت هتاخدني في دوكي؟ انت اللي جاي عليا يبقى انت اللي تشرب. دي اصول برضه. القعاد هنا بالمشاريب يا عمنا. ولما انت عارف ان القعاد بالمشاريب ما بتقعدش ليه؟ اقعد يا ريس. يا مال ومالك؟ اتنين شاحن توس عينيا. اهلا. دي اصول يا اخويا. ايه عارفني؟ عارفك. ايه وعرفت كل حاجه. ايه اللي انت هببته ليه؟ ايه اللي انت عملته وقلعت الشغلانه بتاعتك دي؟ ما انا هفهمك بس. تفهمني ايه؟ انت اللي جاي عليا، يبقى انا اللي اطلب لك. يا ريس اهلا بيك. انا قلبي انفتح لك. الله يخليك. الشاي يا عمنا. الشاي دي عندي انا. ربنا يخليك لينا. والله اسمك كريم. محسوبك غريب. ما غريب الا الشيطان. اخوك مدرسه. هي فين؟ انا اخوك مدرسه. اهلا يا سي مدرسه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. لكن ما قلتليش انت ايه اللي رماك هنا؟ انا بصراحه جايب قرشين من البلد وجاي اعمل بيهم مشروع هنا. وحاططهم فين؟ نعم. قصدي يعني ما احنا ممكن نحطهم لك في بنك، يبقوا في الامان ويجيبوا لك فوايد. بنك ايه يا راجل؟ بتقول ايه؟ انا هحط فلوسي في بنك واقف زي النطق. لازم اعمل بيهم مشروع وانا اللي اشغله. مشروع؟ هم قد ايه القرشين دول؟ بالجوده. ايوه يعني بالجوده هيطلعوا قد ايه يعني؟ بالجوده ما يهمكش. مش انت عايز تكسب كويس؟ بالجوده حد يكره المكسب؟ طب بقول لك ايه؟ ما نفتح لك مطعم ولا مزنقه معاك؟ لو مزنقه معاك انا رقبتي سداد. يا راجل بتقول ايه وكتاب الله؟ ما انت مطلع مليم احمر. ايه؟ انا قدها وايدوه والنبي. يبقى ردهم وقت ما انت عايز. يا راجل ارد ايه بس؟ لاني لو عايز اعمل بدل المطعم 10 اعمل 10. طب ما انا لازم اعرف بس هم قد ايه عشان الشغل يبقى على ميه بيضه. طيب يا سيدي انا هقول لك انا معايا قد ايه. بس اي اوامر؟ حب نقلبه عشان السكر يبان. ما كان هيبان يا نطع وده وقته. اخلع. ايوه هات المعلقه انا هقلبه. ما قلتليش بقى قد ايه القرشين دول؟ بالجوده. ادور تاني يا معلم. وامتنع. ادور تاني وامتنع. روح يا اخويا ادور. حاضر. مفيش الا ومعاك الزيت من تحت تغطيه الارض. ده ايه دي؟ ربع جنيه فول بالزيت. يعني ايه؟ يعني مفيش. يعني وانت يا مدرسه؟ ايه مالك يا غريب؟ حالك مقلوب ليه؟ حالي مقلوب؟ بلدكوا دي كلها ما فيهاش فيها نقطه زيت. ايه الزيت معجز معاك؟ معجز. بقول لك مفيش زيت خالص. انت لازم بتجيبه حر. يعني ايه؟ انت عندك بطاقه تموين ولا لا؟ لا يا راجل ما ده عيبه وساكت. الله طب قول لي اخدمك انا. ايه؟ لا لازم تطلع بطاقه تموين. طب اطلع مش هتكلفك كتير والله، بتاع 30 40 كويس، 500 جنيه كده مش كويس. عمال معروف بس اسمع كلامي، طلع البطاقه وانت هتعوم في زيت عوم بجد. بتعرف تعوم ولا هتحرجني مع بتوع الجمارك؟ دورك يا اخويا، اقف في الطابور كل واحد مكانه، مش عايز حد يتحرك من الطابور ويطلع قدام اللي قبل منه ابدا، سامعين ولا لا؟ كل واحد في صف. جبت لحضرتك كل الاوراق اللي طلبتها مني وبطاقه ابويا اهي في الدور. ايوه اعلام الوراثه جبته كمان اهو. اقف في الطابور يا بيمني، واقف في الطابور. الله ما طولك يا روح، ما تعطلنيش يا اخويا، في ناس واقفه قبل منك. يعني مفيش حد قبل مني خالص يا بيه، انا في دوري اهو. هتقف في الطابور، علمه النظام يا عمك. اسمع كلام يا فندم بقى وخلصنا يا استاذ. واقف انت هتشكلنا اوراق الفن بقى. خلاص استاذ في الدور. يا عم مش حاجه بقى، تمشي شغلنا بقى ولا شغلنا بقى. عمك كده شويه. حتى انت جبت لك الورقه اللي حضرتك قلت عليها. استنى تعالى يا ابني. قال يا بيه؟ ايوه انت تعالى وخلصت. اتفضل يا بيه، دي اعلام الوراثه. زعم مش سنه، دي اعلام الوراثه ودي بقيه الاوراق اللي حضرتك قلت لي عايزها. سافرت البلد جبتها مخصوص علشان اطلع بطاقه تموين جديد. اسمك ايه؟ غريب سيد مخيمر. انت كذاب. يعني ايه يا بيه؟ انا عمري ما كدبت. الاوراق اللي قدامي بتقول غير كده، روح صلح الاول. صلح ايه؟ انا مدرج اول امبارح. كل الاوراق اللي قدامي بتقول انه ابوك اسمه سيد مخيمر، يعني المفروض اسمك غريب سيد مخيمر، انما البطاقه مكتوب فيها غريب السيد مخيمر. يعني ايه غلط؟ لا يا حبيبي الزياده دي عندنا ما تبقاش غلطه وبس، دي يا اما تزوير في اوراق رسميه يا اما سيد مخيمر ده مش ابوك بالمره. شوف يعني ايه؟ انا امي اشرب ست في الدنيا. اهدى الشغل والنفاذ. مصطفى محمود حسنين سنة مع الشغل. نبوية أحمد سلامة شهر حبس. ايه ده يا طرش يا جدع؟ ايه؟ بص ايه اتفضل. انا مش عارفه ايه حكايه الكاراتيه ده، انت نسيت انك بنت؟ الله ده المعلم غريب وسط ده افرجه عادي. ما تقعد يا عم احنا مالنا بيه، انت عايز تشبهنا معاه؟ ده واد ده ولد مجنون، ضرب 6 في الاسم وقتل موظف عمومي. يا نهار اسود يا عم مالناش دعوه. كلمتك بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ ايه يعني ما انت شايف الزحمه يعني ولا ما انت شايفها؟ يا ربنا يكون في عمقه، ده انتوا غلابه. اسمع، عدة الشغل تشكر مساكين. يوه ما تتاخر شويه. ما كانش عاجبك انزلي اركبي تاكسي. بايخه قوي. نايس ايه؟ نايس كم. هو انت ايه مالك؟ بتجري كده ليه؟ مين هو انت؟ اسكت. مش فيه راجل صغير سرقني وجري من هنا؟ رجلي يا رجلي. معلش دوست على رجلك. حقك عليا. رجلي مكسوره. بعيد عنك اصل حاطط فيها مسمار بلاتين. مسمار في رجلك؟ اصل بيت جدي، عارف بيت جدي؟ لا. وقع عليها مكلة الصاموله. بيت جدك كله والمطاف طلعوا الركبه من تحت النقاط بالعافيه. لا بالجوده معلش، انما انت ابن حلال مصفي. الله يخليك. انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش عارف ان انا ساكن هنا؟ وانا قاعد واخد بالي من اخواتي اصلهم بيذاكروا. اخواتك؟ العيال دول كلك هيسقطوا. لا الله ولا فلك يا اخي. ليه؟ ماسكين الكتاب بالمقلوب. ويعني في ايه اللي معدول؟ اصل دول ما بيفهموش الا كده. انما دول كلهم في سنه واحده؟ لا، فيه اللي سنه واللي سنتين واللي واخد 5 واللي تأبيده. اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا وسهلا. بقول لك كلهم بيذاكروا من كتاب واحد يا سيدي. العلم واحد والرب واحد. لكن انت ابن حلال مصفي وربنا بعتك ليا. اسكت. مش فيه الراجل القصير ده قطرني في الطرمبيل وسرق مني المحفظه؟ مش عرفك انه هنا؟ ايه انا عارف، انا جريت وراه وجبت كمه معايا. هي المحفظه كان فيها فلوس كتير؟ لا هو انا بشيل فلوس في المحفظه. امال بتشيلها فين؟ نعم. فيها ايه يعني؟ لا فيها كلام فارغ. 10 جنيه انا مش عايزه، حلال عليه ياخدهم. بس المهم الورق المهم اللي فيه. ورق مهم قوي يعني؟ ورق مهم. انا اتحبست بسبب الورق دي 6 اشهر والمحل اتشمع بالشمع الاحمر. طب واللي جاب لك الورق ده؟ اديله 50 جنيه حلاوه. ماشي. على فين؟ اصل في عيل هنا في المنطقه سوء قوي، الكل بيشتكي منه. تصدق انه بيسرق من امه السمنه لما سيحها؟ طب يحاول يسرق المرتب. ماشي. هو ربنا معاك. الخير هو الواد ده. هو التاني كان ناقص كوم. مش واخد بالك انت عليك ناقص كوم. لا بس هو قال لك هو عليا النعمه لو اديك الاسم. خلاص يا معلم، عليا النعمه لو اديك. خلاص يا معلم، قررت وانا صدق. خلاص يا معلم، حقك عليا يا معلم. عليا خلاص، عليا النعمه اللي قدامك. خلاص خلاص بقى، معلش حرام. سامح مين؟ هو قال لك سامحه. حقك عليا يا معلم. اسكت انت خالص، ما تنطقش ولا تفتح بقك يا سيدي. عليا النعمه لو اديك الاسم علشان تتربى هناك. ايوه دي اني مسامحه. انت تسامحه لكن القانون ما يسامحوش. اعمل معروف بقى. قال لك مسامحه معلم. قال لك مسامحه معلم. خلاص عليا النعمه وربيك. عشان تحرم تسرق محافظ الهوارع تاني. عشان رجلك. عشان رجلك انت بتفتح عليها عروس. ده انا مقروص منه دول. انا مقروص منه. حقك عليا يا معلم. حقك عليا. خلي البنا سامحه. ابص على راسك. خلاص يا ابني خلاص. ابص على راسك. شغله شريفه بدل ما تقول كده. اجري قدامي دلوقتي. العيال سوي اللي يجيب ولا يفكر يعني راعي صحتك عشانهم. عليا النعمه ربيك. معلش محفظه فيها ورق. عليا النعمه ربيك. شوف ورقك يا معلم، شوف ورقك. لا تمام. سليمه سليمه الحمد لله. ايه ايه ده؟ 50 جنيه حلوان يا راجل. عيب، معقول برضه هاخد فلوس من صاحبي؟ احنا اصحاب يا جدع. امسك. الله. امسك امال. يا جدع بقول لك امسك. خلاص هات بيهم كتب الاخوات. امسك امسك والله ما راجعين. يدوم العز. لكن انت ما قلتليش بقى ايه مشكلتك؟ مشكلتي البطاقه فيها الف لام زياده في الاسم. بسبب الغلطه دي اتحبست 6 اشهر، لكن الحمد لله انا جبت استمارات جديده. ما انت اللي غلطان برضه. الله. هي مشكله ما نشيل الالف لام الزياده دي ازاي؟ خش جوه في القهوه في الدرع شطر كباش. يا الباب، ما احنا كلنا بنعمل كده. هو كل اللي عنده مشكله هيجري على الحكومه؟ الحكومه هتلاحق على ايه ولا ايه؟ الحكومه دي مش مننا برضه، لازم نساعدها. والله عندك حق، دول غلابه. يلا يا اخويا خش جوه واعمل اللي قلت لك عليه. ايوه حاضر. ايه بس اشيل الالف واللام من البطاقه ازاي؟ انت ما بتعرفش تتكلم بالراحه. اشيل الالف واللام من البطاقه ازاي؟ بسيط. اهدي اهدي. بشلة قاموس بتاع ايه دي وحطه في خشمك ليه يعورك؟ اهو بينفع وقت اللزوم. ببري بيه الاقلام لاخواتي وهم بيذاكروا، اوفر من البرقات. تعالى هنا في الدرج. انا هوريك بقى الطريقه ازاي. اسهل من كده مفيش. بص ادي القلم. ها وادي ورق. هنكتب هنا غريب السيد. وريني بقى. حرك ايدك بالراحه قوي كده، بخفه ودلع، والدنيا هي الشابه وانت جدع. انت اللي جدع. اهديه غريب سيد. وهي كده بقى شوف وكده ايدك انت بقى واشتغل بنفسك. انا اعمل ايه؟ بقول ايه؟ ايه؟ انا خايف. خايف من ايه؟ حرك ايدك بس بخفه وهي هتروح معاك. خفه ايه؟ انا ايدي تقيله قوي. لا مالكش دعوه، جرب اعملها انت بايدك يجيبك ثواب ليا. اعملها انا بايدي ازاي؟ لو عملتها انا تبقى تزوير، لازم بايدك انت عشان تبقى رسمي. ايوه لا يا عم خليها رسمي. مش كده برضه؟ خليها رسمي. انت رايح فين؟ انا قاعد بره غطيت، قاعد في الامان اجدع. شغال. ايوه غطيت. نبأ وانا نبأ نمنا بقى. اصحى معايا اصحى معايا اهو. شايف المزه اللي هناك دي؟ وبينها حاتيه كمان. يلا بالعجله وفريره. عينيا. خف نفسك. اعمل لك همه شويه. يخرب بيتك، هات يلا. اوعى ارجع. خش انت جوه، خش. حرام عليك، الحقوني يا ناس، الحقوني. يا ست بتسيب الواد؟ اسيبه ازاي؟ ده حرام وسرق شنطتي. انا حرام عليك، مش كده. اخر شنطه خالص، هات الشنطه. حرام ربنا يديك شويه صحه تفتري على العالم الغلابه. قلت لك ما تفتحش بقك. حرام عليك يا نيابه يا حكومه يا بوليس. هو انت ايه؟ سرق شنطتي. ايوه وسرق محفظتي. ما هو ده بتاع النص كم اللي ناقص. معلش يا عم غريب، معلش انت بقى. ما خلاص خلاص ايه؟ هنحلها. لا ده حرامي. هو مش قال لك توقف الراجل الصالح الكويس دي؟ قال لك توقف تسرقها تاني ليه؟ خلاص يا عم غريب. وانت بقول لك ايه؟ انت الاول. انت ليه؟ انا غريب. ايه يعني غريب ايه؟ يعني ما تسيبيش حقك لانه لو ما ترماش بس لاخدك على بوسه. انا بوعيك. خلاص يا عم غريب هنحلها هنحلها يا عم. لا نحل ايه؟ وانا رايك بقى لازم نوديه القسم. ماليش دعوه ايه، هنوديه القسم علشان ده حرامي وسرق. لا ما هي الشنطه اهي. ايوه الشنطه اهي. شنطه حضرتك دي امشي من هنا. قال امشي يالا امشي. خلاص بقى نروح القسم عشان كل واحد ياخد حقه. يا عم اسم ايه يا عم؟ هي مش خالص شنطتها. هو يعني ده حقها، ده حق البلد. يا سلام، وانت عاشر نفسك ليه؟ ما تتنيش ليه؟ انت بتمد ايدك عليا، انت ما تعليش صوتك عليا خالص. من الصبح وانا ساكت لكم. ايه افهم فاهمين انت؟ الراجل ده كان عليكي بالضرب. ضرب؟ ده عجانه. عملتها بايه يا اخويا؟ بالبشله. بشله؟ بشله مره واحده؟ انت عايز تقتل مراتك يا مجنون؟ مراتي دي؟ وانا معقوله اتجوز دي؟ نعم نعم. وانت الطول ايه الحكايه يا سلموني؟ كل ما اجي اتكلم يا بيه ما يدونيش فرصه اتكلم. الست دي بتدعي ان الواد ده سرقك. ابدا يا بيه، ده هي اللي موتتني من الضرب. الواد ده قطعا سرقني وانتهي صفتك في الموضوع. من الصبح اعمل لي غدا ونازل النهار فيها. انت ايه وتطلع مين؟ معاك بطاقه يا سيدي؟ طبعا يا بيه. اهي تعالى لي انت. حبيبي حبيبي اتفضلت عليك. بس عيبني ايه ده؟ ايه ده صمت يا بيه؟ البطاقة فيها خرم. فعلا فيها خرم. ده جاي منين يا بيه؟ بتسألني انا؟ حطه في الحجز. ليه الحجز ليه يا بيه؟ البطاقة فيها خرم يا سيد. هو عشان ما البطاقة فيها خرم يا سعادة البيه يعني هو اتحط في الحجز؟ ايه حكايتك يا غريب؟ انت مش جيت لي هنا قبل كده مره من كام شهر؟ انت بقيت غاوي يا ابني ولا ايه؟ اسمع، انا هستعمل معاك المره دي الرأفه. المره الجايه لو جيت هنا تاني مش هرحمك. نبوي احمد سلامه شهر حبس، محمد عبد الله عمر سنه مع الشغل، غريب سيد مخيمر 6 اشهر سجن مع النفاذ، عادل حسنين سنة مع الشغل والنفاذ، إبراهيم عدلي 3 سنين مع الشغل، 6 اشهر تاني، محمد عبد الله عمر. أوه في هاي مالك يا نبيل؟ ها؟ مفيش. نعم عليا؟ صحيح مفيش. شايفاني مالي؟ عصبيه وساكته مش عوايدك ابدا. مش عارفه، من يوم الجدع ده ما اتسجن بسببي وانا متضايقه وعصبيه، مش عارفه اعمل ايه عشانه. يعني انت اللي كنت قلتي له يزور في بطاقته؟ لا حرام، ده شكله مش وش كده، ده باين عليه طيب قوي. خطيبته دي تودي في داهيه. المتهم غريب بيه مخيمر. وايه غريب بيه؟ ايه؟ مدرسة؟ انت يعني مش عارف ان النهارده الثلاث يا فتك؟ وعلاني كل يوم 3 ببقى بيه. النهارده معاد الزيارة والشنطة اياها اللي بتجيلك. ده صحيح. حكاية الزيارة دي الشنطة اللي كلها فراخ وكباب وسجاير لف الخارج. نفسي أعرف مين اللي بيبعت لي الحاجات دي. إيه؟ ده ليه مقطوع من صدر. المرة دي بقى ما تنساش حسوبك. أنت واخدني على فين؟ ليك زيارة. مين؟ الأستاذ منصور شراوي، المحامي بتاعك. محامي؟ ايوه انا منصور كرامي يا المحامي. وعايز ايه يابا؟ يا ابني جاي عشان اعرف مشكلتك واترفع عنك. تترفع عني؟ انا مش عايز حد يترفع عني، انا خلاص زهقت، انا هرجع بلدي، وبعدين جاي تترفع عني وفاضل لي شهر في الحبس، انا مش هدفع اتعاب. ومين اللي قالك ادفع اتعاب؟ لما تخلص القضيه ابقى رش. ما تردش، وطي صوتك ما توديناش في ده. اهلا اهلا يا استاذ حلم المحامي، اهلا وسهلا. اقعد يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه؟ وايه الاحمر اللي في وشك ده؟ عشان اجي اشوفك ومحدش يعرفني، ما انت عارف ان انا بتشائم الاماكن اللي زي دي. راجل ناقص، تقطعني اللطعه دي 5 اشهر ما تجيش تزورني؟ والله ولا ليك عليا حلفان يا غريب. مشاكل مشاكل ومشاغل، انا قاعد جنب اخواتي بيذاكروا، انت عارف كل يوم امتحانات واقسام وبلاوي سودة. هو التعليم بقى سهل اليومين دول، لكن انت ايه اللي رماك الرمى النيله دي؟ شرطك اللي هتبت. شرطي؟ انا قلت لك اقشط مش تحفر. ماني كنت بقشط، سمعت الدوشه بره ايديا اترعشت، حفرت. تقوم تروح القسم برجليك، حد يروح القسم برجليه واقول لك بلاش تترسم قوي تاخدك الشهاده. لا هروح القسم. اديك رحت القسم، عايز تترسم قدام البيت اهي خلعت وسابتك اتدبست انت، ولا سالت في صحه سلامتك. انت عايز مني ايه تاني؟ صحيح، خير تعمل شرا تلقى. ده جزاتي، جزات ان انا معرض نفسي للسجن والمشاكل، وجاي عشان احل مشاكلك انت تقوم تقابلني المقابله دي. انهي مشكله فيهم؟ البطاقه. اوعى تجيب لي سيره البطاقه تاني، انا خلاص تبت. ايه هتمشي من غير بطاقه؟ همشي بوصل النور. سيبك انت بس، انا جاي لك في موضوع خطير. ايه؟ اصل انا سمعت في اشاعه ماليه البلد ان كل مواطن من هنا ورايح لازم يمشي ببطاقه التموين سليمه 100%. ليه؟ انت صوتك ده لسه سر، محدش عارف عنه حاجه خالص. اصل الحكومه هتمشي الدعم على كل حاجه. ازاي؟ هتمشي الدعم على الفول والزيت والخوخ والبرقوق والعربيات. ايه؟ كله بالدعم؟ اه. ده مش بس كده، ده حتى السفر هيبقى والباسبور متلغى. يعني انا عشان ازور عمتي في البلد ازور؟ لو انت كل ما يطلع في دماغك عايز تزور تعرف تزور كده. هم سفريتين في السنه وجوز فراخ. ايه؟ ده انا على كده متورط، ده انا لازم اطلع البطاقه بسرعه وافتح المحل. اه، ما عشان كده انا خلصت لك كل المسائل دي. انت ما عليك بس الا انت هتديها شويه ميه عشان تديك تراوي. يعني ايه؟ هترش. ارش ايه؟ انت ما بتبطلش رش يا جدعان انت، هو انت رمسيس؟ اسمع بس، اسمع الكلام، انا كلمت لك واحد حبيبي زيك كده في السجل المدني، هيخلص كل حاجه وهتدفع انت ورقه ب 100. 100 قرش كتير. 100 جنيه. اه 100 جنيه معلش. انت بتتريق. شوف انت استجنت كم مره؟ طيب انت متاكد ان العمليه سليمه ما فيهاش لا كده ولا كده؟ ايه يا غريب انت بتشتمني؟ طيب خلاص انا موافق. ايدك. اهلا وسهلا، انت بتسلم عليا. ايدك على الفلوس، خلينا نخلص. يعني تفتكر اني هرش وانا لابس بدله السجن؟ فاضل لي شهر اطلع وخد الرفش اللي انت عايزه. ماشي، اديك انت عارف الان، ابقى عدي عليا. على فكره يا مدرسه، اني متشكر قوي، مش عارف اقول لك ايه. على ايه؟ على ايه يا راجل؟ على الزياره بتاعت كل يوم 3 اللي كنت بتبعتها لي. زياره؟ اه انت عرفت. انا ما كنتش عايز حد يعرف يا راجل. كتر خيرك كتر خيرك يا مدرسه يا امير. ولا البتاع دي البطيخ؟ لا. انت بتسمي التفاح بطيخ يا ليه؟ التفاح يا سيدي كلها حاجات بسيطه. ربنا يخليك، بس انت تطلع بالسلامه. الله يخليك يا مدرسه. بس لو اعرف انت شايل الفلوس فين. يا سلام، ده اني ما لاقيش اعز منك عشان اقول له. فين؟ انا شايل الفلوس يا سيدي. يا ده طبعا اذنك يا استاذ حلمي. افندم يا عم. عادي. اكل كيكه على النار. عادي. حاضر. هتوسخ الكرسي. طب ازاي؟ عادي، على طرف الكرسي وديكي فوق كده. كنت بتعمل ايه في مصلحه السجون؟ يا خبر، هو حضرتك عارف؟ الراجل كنت بزور واحده صاحبتي. مصلحه السجون ما فيهاش ستات، انت كنت بتاخدي تصريح زياره، مين هو؟ ابدا، ده احنا كنا فرحنا. مين هو؟ لو انت انكرتي هعرف من زمايلي، انت عارفه انهم كتير في كل حته. بصراحه يا عمي ده الراجل اللي دافع عني يوم النشالين. وهيكون هو ده اللي منعك من الجواز. ايه؟ جواز؟ انا مفيش حد منعني عن الجواز، وبعدين انا اصلا بكره سيره الجواز دي. ارجوك يا عمي ارجوك، انت عايز تخلص مني ليه؟ اخلص منك ازاي؟ انت بست هتتخلق ليه؟ مش عشان الجواز. يا نهار اسود! ايه في ايه؟ الجدع اتحرقت! مش ممكن. انتي استاذ غريب. هقولها نبيلة يا هانم. ايه ده؟ انت لسه فاكر اسمي؟ ايه؟ ده انا فاكرة فكر. انما انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت كمان بطاقتك اتخربت؟ لا ابدا، انا ضميري بس كان معذبني قوي، لاني حاسه ان انا السبب في اللي حصل لك ده. لا ابدا، ده قدر ومحتوم. اتفضل. ايه دي؟ تفاحة؟ ايه؟ مش عاجبك؟ ده انا كل مرة بنقيه بنفسي. كل مرة؟ هو انت بتاعت يوم التلات؟ امال المدرسة قال لي انه الله يخرب بيتك يا مدرسة. من بيت وصول. كتر خيرك. قال عم ابوك الحاج بيشتغل ايه؟ انا ماما وبابا ماتوا في حادثة. ايوه يعني بيشتغلوا ايه؟ الله، بقول لك ماتوا. لقيتها يعني؟ لا طبعا، انا عايشه مع عمي بهجة سليمان ضابط بوليس. ايه؟ طب ما قلتيش ليه في الاسم؟ بصراحه خفت لعمي يعرف، اصله شديد عليا قوي. ايه؟ انت بتبصلي كده ليه؟ اصل افتكرت لما الظابط افتكر ان احنا متجوزين. تخيلي لو انا جوزك. طب وكده ايه يعني؟ اقسم بالله هضربك بالنار. انت اتجننت يا بنت، تتجوزي واحد زيي؟ انت قصيتي في نظرك. انت متجوز؟ انا لا متجوز ولا ليا اب ولا ام ولا حتى اخت. انا مقطوع من سنه. ايه مالك؟ يا ترى لو خرجت من هنا هشوفك تاني؟ مين عارف؟ الدنيا صغيرة قوي يا أستاذ غريب، وأنا هبقى أديلك عنواني في الكلية وابقى تعالى لي في أي وقت. لا، أنا اللي هعمل جناية كل أسبوع أتسجن فيه، ويبقى لي عنوان معروف تيجي تزورني فيه. طيب استأذن هنا بقى احسن، انا اتأخرت قوي. شاكر قوي على الزيارة الحلوة دي. السلام السلام. جنيه. تاخد ال 180 قرش بتوعك وتوكل على الله. اخلع. 180 قرش ايه؟ 180 قرش ايه؟ هتحمرق؟ مش 10% بتوعك؟ مش ال 10%؟ احمد ربنا لا بخصم منك رقابه ولا ضرايب ولا تامينات ولا ديول. جت قوي. اخلع اخلع. ماشي متشكرين يا معلم. مين؟ المعلم الكبير. كفاره كفاره خلاص. وحشتني النبي كمان واحده. خلاص وحشتني خلاص. وانت ما وحشتنيش، بطل المهيصه بتاعتك دي. طب اقعد يا اخويا. عملت لي ايه في موضوع البطاقه؟ ما انا كنت مستنيك لما تخرج. اخرج ايه؟ انا عايز البطاقه على وجه السرعه، عايز اتخرج، عايز اعيش، عايز اخرج، عايز ابقى زي البني ادمين، عايز افتح الدكان، عايز ابقى مواطن. خلاص انا بسيطه. رش اديها مياه تديك طراوه. هو انت ما تبطلش رش خالص؟ الميه شغاله معاك على طول. اتفضل يا اخوي. مشي حالك بدول. ايه دول؟ دول نص المبلغ. ايه بعد كده هغرقك ميه، بس انت مشي بيهم المسائل. بقول لك ايه؟ نعم. هلا تعرفش الكليه بيروحوا لها منين؟ وحشتك الكليه؟ ايوه. حد يروح السجن برجليه؟ سجن؟ عيبكم يا ولاد مصر انكم ما بتفهموناش بسرعه. السجن ايه؟ بقول لك الكليه، الكليه اللي بحق وحقيقي، الكليه اللي فيها تمثال ضغطة مصر اللي في الجيزه دي. ايوه. صدق فكره الجواز دي خالص تقريبا. طب ممكن اعرف السبب؟ وحتى لو في سبب، يبقى حل للسبب. مالك في ايه؟ نجوى انا عايزه استأذن. تستأذني؟ ليه؟ ولا حاجه، عندي مشوار بس. مش هنركب الاتوبيس النهاري سوا؟ لا معلش بعدين، عن اذن. تعرفي الدنيا دي صغيره قوي يا ست نبيلة. بس انا زعلانه منك. مني ليه؟ عشان مش عايزاك تقول لي يا ست نبيلة. ايه؟ اذا كنت انت يلي من مصر بتقولي لي يا استاذ غريب. بتاع الترمس. ايوه ادينا ورطاسات. حاضر. اتفضل. خد بالك. امسك. ايه ده؟ ده شالك. ايوه ما احنا اتنين. طب والدبل الباقي؟ لا الباقي ايه؟ خليه ما يشيش عشانك. ما يشيش، انا عاوز ريال. ريال دي هلحمه بالي ليه؟ القرطاس بباريزه. بتقول ايه يا اخويا؟ بباريزه. ليه؟ شايفنا قراطيس قدامك؟ هات. فاكرنا ايه؟ كروديات ولا خوركات؟ نبيلة اسكت انت يا غريب. امسك ادي هات الشالك. طب ما ريال معاك. امسك الشالك. انت فاكرنا ايه؟ خد يا غريب. والله عاد كل واحد عمال يغلي في سعر الحاجه على مزاجه، واحنا بقى كروتيات لابسين سب. ان شاء الله ما عن حد كلب. ايوه ان شاء الله عن حد ترمس. بس مراد اهي. اهدي دول ب 80 جنيه. يبقى اوزن بره. ولا هي لحمه جراعه من غريب. انت معاك ورق عليه اختام بس ب 100 جنيه، ده النسور اللي عليه اكتر من اللي في جنينه الحيوانات. انا طالع حباب عينيا على ما عملتهم يا راجل. طيب الاوراق دي سليمه؟ لا عيب، دي ازعل منك فيها بقى. ايه سليمه يعني؟ ده اللي عاملهم واحد حبيبي زيك كده وعايز يخدمه بس، وغلاوتك عندي عايز يخدمه بس. يلا عم غريب، هتاخد الاستمارات وتروح على مكتب السجل المدني، تخش بقلب جامد، تقدم وتاخد البطايق ونشتغل مع بعض وناكلها بقى بالحلال. يا سلام. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا سي مدرسي. رش. ومن ساعتها قعدت مع عمي، وهالظروف ماشية. وإيه يعني اللي خلاكي ترفضي الجواز؟ مع إنك في الظروف اللي أنت فيها دي محتاجاله. مش عارفة. أنا مش خايفة من الرجالة، لأني بكرههم كلهم. ست نبيلة هدي أعصابك. احكي لي وفضفضي. قولي كل اللي نفسك فيه. ولا يعني مني لسه غريب؟ بالعكس يا غريب، ده انا مش عارفه ليه حتى ارتحت لك انت بالذات، مع انك راجل. لا راجل ايه؟ خدي ازازي لب، ازازي عشان تتشجعي وتفضفضي لي. من سنتين كده كنت رايحه عيد ميلاد واحده صاحبتي، كانت ساكنه بعيد. ممكن الطلبيه يا اسطى؟ اتفضل. متشكره قوي. ايه يا اسطى؟ انا قلت لك الطلبيه. عارف انا ببعد عن الشعار. مش بنجرى ايه ما تفرقش كتير. لمبة الزيت ولد، هزود زيت. كلب رمي. ايه ده؟ انت بتعيط؟ مش قادر احوش نفسي. بس انا نسيت الحكايه دي خلاص. لكن انا لسه. طب ليه؟ اصلا لسه حاصله لاني. نعم؟ انت عملت زي سواق التاكسي؟ يا ريت. امال ايه؟ انا حصل لي زيك انتي. حيوانات حيوانات نظيفة عفيفة، دول حتى ما حصلوش الحيوانات. لكن انت ما بلغتيش البوليس ليه؟ لا كان معايا نمرته ولا كنت اقدر ابلغ. ايوه خايفة من عمك، لكن انت خايفة من ايه يا ولداه؟ انت بريئة وطاهرة. ايوه انا عارف. المفروض انت دلوقتي تخرجي تحط صباعك في عين التخين، في عين السمس ذاته. تعرف ان انا اول مرة احكي الحكاية دي لحد. يعني انت الوحيد دلوقتي اللي تعرفها. حتى نجوى صاحبتي ما تعرفهاش. انا مش عارفة ليه حكيتها لك انت. يمكن عشان اني طيب وما بحبش اللوع. ده اكيد. تعرفي انني كنت باجيلك الجامعة كل يوم؟ معقولة؟ طب وما كنتش بتدخل ليه؟ ادخل؟ ما معيش بطاقة. جالي بسبب البطاقة دي مش قادر افتح المحل، مش قادر اخرج، مش قادر اقابل الناس، مش قادر. طب ما تيجي نشوف طريقة ونقابل بيها عمي، يمكن يعرف يطلع لك البطاقة دي. لا ما خلاص فرجت. ايوه انا جبت الاستمارات وبكره رايح اعملها وهيساعدني فيها مدرسة. ايه مدرسة ده؟ انت فاكره الجدع اللي كانت رجليه في الجيبس يوم ما سرقوا شنطتك؟ يا باي ده واد سكولانه. يعني ايه سكولانه دي؟ يعني واد سكله. ايه يعني ايه سكله؟ الله يعني واد ضربه السلك. لا سلك ايه؟ ده البيت بتاع جد وقع على رجله ما فيهاش لا سلك ولا حاجه. يا اخي افهم بقى، واد عفش. اه عفش. ايوه كده فهمت. انت بتجيبي الالفاظ الاعجميه دي منين؟ سنيوره زيك ما يطلعش من خشمها الا الشاه. طب يلا نمشي بقى احسن، احنا اتاخرنا قوي. اهدي اوام كده. طيب اصل انا كنت عايز اقول لك لما اطلع البطاقه هبقى ناوي اتفسح معاكي شويه كده، وكمان عايز اقابل عمك. عشان ايه؟ طيب امال ايه؟ مصلحة المصلحة. ايه طلع معايا؟ شايلهم فين؟ هتوعى. خد يا خد. ها؟ طب هو التاني؟ من فضلك من فضلك اقف طابور. الشعب هواه مش ده مش الطابور ده يا حمار. تعالى مين مدرسة وقت صوتك حتى كده بتهيأ تحمل في نفسك كده ليه؟ عشانك تعرض نفسي للخطر علشانك. انا ال10 جنيه اللي خدتها منك اديتها لعم اسعد بتاع البوفيه واجرت منه البوفيه من الباطل لمده يوم واحد. ايه؟ انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ كان زميلي في المدرسه بس هو كان واخد 10 سنين. استنى ما اكلم لك محمد افندي. انت تعرفه؟ ولا اعرف اسمه بس نص بلدك اسمه محمد افندي. بص شاب هوان شاب محمد افندي. ايوه منايا انت مين؟ انا محمد ابن عم اسعد يا بيه. وهو راح فين؟ هو راح لانكلستوما. انكلستوما؟ ايوه بيه راح ياخد شرب عشان الدوده اصل اكلت القطن كله. قطن ايه؟ انت بتهزر؟ اهزر ايه يا بيه؟ انا اللي فيها مكفيني. بقول لحضرتك ايه؟ الجدع اللي واقف هناك ده قريبي وله مشكله عايزين نخلصها. طب اندهله وهيبرقها مني. خلاص انا كلمت لك الراجل ده هيخلص لك كل حاجه. طب كفايه ما تخافش ده لسه هابش 50 جنيه. خش بس اوعى تزوغ مني. ما تزوغش منك خش انا بستاهل. اسمك ايه؟ ايه؟ بيقول لي اسمك ايه؟ طب ودي فيها ايه؟ يعني اقول له ايه؟ الطم ما انتش عارف اسمك؟ لا يعني اقول له غريب سيد ولا غريب السيد؟ سيد سيد مالكم في ايه؟ انت اسمك ايه؟ غريب سيد مخيمر. ايوه انت عايز تطلع بطاقه جديده ولا بدل فائد ولا بدل تالف؟ بدل تالف بدل اللي انكشطت. نعم فين البطاقه القديمه؟ اتكلم يا مدرسة البيه بيكلمك. انت اللي اعتنى البطاقة ولا محمد؟ محمد مين؟ انا يا بني ادم انا اسمي محمد. انت اللي هتعمل البطاقة؟ لا يا بيه انا محمد. الاستاذ غريب هو اللي هيعمل البطاقة. معاك البطاقة القديمة؟ ضاعت. معاك محضر؟ معاك رقمه؟ اتكلم يا مدرسة البيه بيكلمك. انت ما بتتكلمش ليه؟ انا اللي بسألك في ايه؟ معلش يا بيه اصل اعصابه تعبانة شوية وبعدين المكان له هيبته برضه. يبقى يعمل مستخرج رسمي وبالمرة. انت ايه موقفك من التجنيد؟ رد على البيئة مدرسة. أنا اللي بسألك أنت يا غريب موقفك إيه من التجنيد؟ مجند ولا معفي ولا حكايتك إيه؟ مش بتقول إنك عكمته 50 جنيه؟ أيوه حتى فتشني. أمال الأسئلة يا صاحبي ليه النهارده؟ بقول لك إيه؟ هترد على البيئة أحسن هتودينا في داهية. تعالى. أنت ليك إخوات؟ أرد عليه أقول له إيه؟ أنا اللي بسألك. لا معفي يا بيه، معفي لأنه وحيد. هو اتخرس خالص؟ ورقك ناقص هحوله للاستاذ حلمي. تعالى لازم تخرجني وراك بالشكل ده. مش بيقول لك الورق مش جاهز؟ ما هو لازم يقول كده عشان يبان انه مش واكب. هو مش مقشر؟ ايوه مقشر. ايوه مقشر يعني اموت نفسي عشان ترتاح مني خالص؟ انت عايز ايه اكتر من كده؟ تعالى تخش على الاستاذ حلمي تخش وبقلب جامد. تخش عدل بقلب جامد. ايوه بقلب جامد. انت معاك تأشيرة. حاسس بقلب جامد. ايوه جاي. اللي عنده عقل يا هواه. صباح الفل يا حلمي بيه. كلمته خش عليه بقى بقلب جامد، انا هستناك هنا. لا انت تيجي معايا. اجي معاك فين؟ بقول لك كلمت خش انت بقى. هو اسمه ايه؟ حلو. حلو. خش. اسمك ايه؟ حلمي. ايه؟ غريب. اسمي غريب. انت بتوشوشني ليه؟ بدعة. انت عايزهم يقولوا عليا ان انا فاتح لك الدرب؟ انت عايز بدل تلف؟ ايوه يا بيه ربنا يكرمك. ما هو يا تزعق يا ما تورينيش وشك. انت عايز بطاقة جديدة ليه؟ اصل بطاقتي يا بيه ضاعت. ضاعت ولا تلفت؟ ايوه تلفت. امال بتقول ضاعت ليه؟ ولما هي تلفت يا استاذ تقعد سنه كامله من غير بطاقه، انت عارف ان ده يبقى تهرب؟ تهرب من ايه يا بيه؟ حرام عليك حرام. انت هترجع تاني توطي لي صوتك؟ عايزهم يقولوا عليا ان انا باخد منك رشوه؟ زعق. اصل انا يا بيه بتاع السبعة الصبح. بقول لك ايه؟ روح كمل ورقك، فاهم؟ يسكم القرف. بتزعقلي ليه؟ بتزعقلي ليه؟ أنا جاي أطلع بطاقة حقي، أنا مش جاي أشحت منك. طب الزعلانة يا جدع أنت؟ أيوه، ما أنت عمال تقول لي زعق زعق زعق. أيوه حقي يا ناس، حقي يا عالم. أنا عايز أطلع بطاقة، ده حقي، أنا مش جاي أشحت. حرام عليك. أنا بهدل أهلي، بهدل السبيل. حرام عليك، أنا عايز أطلع بطاقة. أنا بهدل الإنسانية والأهلية بسببك. حرام عليك. تعالى معايا. توازنيني انت كمان. تعالى معايا انا هريحك. تقول لي زعق زعق. تعالى ما تزعلش. تعالى يا ابني، اتفضل. اقعد استريح. حقك عليا انت. ما تزعلش. تشرب حاجة؟ نعم يا اخويا، انت كمان هتتمقلس عليا؟ يا ابني انا عارف ان هم تعبوك، لكن معلش استحمل، دول اخوانك برضه. انت شايف ضغط الشغل عليهم قد ايه؟ انا عايز اطلع بطاقه لاني كفرت. استغفر الله العظيم. استغفر الله يا ابني، استغفر الله. استغفر الله العظيم يا رب، ما هي حاجه تكفر. تاني. استغفر الله العظيم يا رب. طيب غيت لي اعمل معروف حالا، ربع ساعه بس. ايه فيها خرم؟ لا ابدا. انت عملت الاستمارات دي فين؟ لا ده مدرسه ولا عملها؟ يعني ده ختم مدرسه؟ ايوه ايوه. مدرسه ايه؟ لا والله ما اعرفش. تشرب حاجه ساقعه؟ انا قعدت على ايدك وطلع لي البطاقه. استغفر الله العظيم. ثانيه واحده، راجع لك حالا. اوعى تقوم. ربنا يخليك، انت ابن حلال وطيب. يظهر المدرسه هينفع معايا المره دي. هو فين مدرسه؟ الله يعمر بيتك يا مدرسه. كنت عايز ابشره. شوف يا ابني، انت راجل طيب وتفهم في القانون كويس قوي، وطبعا ما تحبش الشوشره. ايه انا طول عمري ما احبش الشوشره. انت هتقوم معانا وبهدوء. هو مين جاي بهدوء؟ طبعا بهدوء، انما على فين؟ على نيابه. نيابه ليه؟ انا عملت ايه؟ الاوراق سليمه. الاوراق دي كلها مزوره. سليمه ودافع فيها دم قلبي حتى اسال المدرسه. انت هتمشي معانا وانت ساكت ومن غير شوشره. يا حرام عليكم، حرام عليكم. انت برضه يا غريب يظهر انك انت ادمنت السجن. حبيته؟ ماشي، انا هخليك فيه على طول عشان نفسيتك تستريح. سنه مع الشغل اللي بعده. سنه؟ يا نهار اسود، الله يخرب بيتك يا عزمي. ورايا. هتعمل ايه؟ مدرسه؟ مالكيش دعوه انت، ورايا. يلا يلا. امال انا عزمله بتاكلني القطه؟ ايه بس في ايه؟ بتديني ورق مزور، هي دي جدعنه؟ فريحون فريحون، ما حدش يعكر مزاج الزباين. ها؟ انا مديلك ورق صاغ سليم. صاغ سليم؟ الورق اللي اديتوني دخل الراجل اللومان. ومان ما يروح اللمان مش حيالله زبون ده اخويا يا نسل خلاص كده بقى ده مدرسه تضربني عشان زبون طيب دي عينه بس عزمي اما دخلتك اللمان مكانه ما بقاش انا مدرسه 5382 يا فندم يا عمي اقعدي بس اصل انا بذاكر قلت اقعدي ده امر نبيلة يا بنتي أنا كنت عاوز أكلمك في موضوع مهم جدا عاوز أكلمك في حاجة مهمة الترابيزة دي اتحركت من مكانها على الأقل قبضة يد معلش يا عمي أصل كنت بنظف التنظيف ملوش علاقة بإن أي حاجة في البيت ده لازم تبقى بمكانها بدقة قومي شيلي إيدك شايفة؟ شغال شفتي؟ أنا أحب النظام جدا أنا آسفة جدا خلاص حصل خير حضرتك كنت عايزني في حاجة؟ أيوه اقعدي نبيلة يا بنتي أنا عاوز أقول لك إن الجواز ألحق بس أراجع مادة النقد أصل عاملة زي السباحة نبيلة تعالي هنا أنا جايب لك عريس بالهنا والشفا يا عم وانا جايب لك طبق كشك بقول لك ده عريس تتفرجي انا اسفه بس انا ليا رجاء عند سيادتك ممكن ناجل الكلام في الموضوع ده شويه موافق قد ايه 2 سنين بس نعم كويس كده اقعد اظبطها انا تاني عايز تقنعيني بعد ده كله انك لسه ما بتحبوش انا لو بحبه مش هنكر اصل الحب مش جريمه امر غريب امال ايه اللي بينك وبينه مش عارفه جايز الحنان اللي ما لقيتهوش في حياتي جايز الطيبه النظافه الشهامه التلقائيه بتاعته يعني لو اتقدم لك انا احتياجي ليه ما كانش بهدف او عشان نتيجه معينه انا اللي كنت برتاح له كنتي يعني ايه اصل انا ما بقتش اشوفه معقول ليه اهو هو ما بيسالش اسالي انت طول عمرك ما تحبيش السلبيه افرضي انه عيان مسافر بس انا معرفش عنوانه طب هتتصرفي ازاي دلوقتي مش عارفه هترقصني ولا نبأ ولا ايوه قوم شوف الموزه دي معاها شنطه بان عليها مفروخه قوي لا بلاش دي بالذات بلاش يا معلم ربنا يخليك ولا كده طرش انت هتعيط لي نفذ ولا هشرحك انا معروفه معلم انا معروفه ابوس ايدك ابوس رجلك خلاص لم قوم انت يالا بندق قوم بلاش الخيخه ده ها جاك هوا قوم حاضر ايه ده ايه الجامع القهوه اللي هناك دي طب خفي ايدك ايه قدامي اشرحها ايه ده هتنكسر الحقني يا معلمي اتخطفت الفك المفترس وانت تعال لا رقبتي اوعي ايدك انا بس من عظم انا لم عليك طوب الارض ده عن عالم صيع قوي صيع على مين يا قلبي رقبتي انتوا واقفين تتفرجوا يا ولاد الكلب ما اتحرك انت وانا اقعد انت عايزه مننا ايه؟ ما تسيبينا في حالنا يا ست انت عايزه مننا ايه؟ اصرف ايه؟ شوية الصيع بتوعك يلا يلا انت اهو يلا بس ما تمشوش بعيد يلا يا فندم عايزه مننا ايه؟ عايزه غريب ايه؟ تخيل اللون طلعوه؟ معقول تكلمي بجد؟ حسن السير والسلوك عجيب الجدع ده ما يضله في القفص عمره ما كمل مده انا ما كنتش متخيله ان مشكلته بالتعقيد ده قلبي مقبوض ومتفائل، مش عارف كده ليه. قصدك تقول متشائم؟ ليه بقى؟ حاسس زي ما اكون انا السبب في اللي حصل له المره دي، مع اني وكتاب الله انضحك عليا زيه بالظبط. وبعدين بقى المدرسه، احنا لازم نعمل حاجه دلوقتي، انا لازم اقابل غريب باي طريقه، لازم. انا عارف بيته. طب يلا نروح. نروح فين؟ ده كان يعجنني. ما تخافش يا اخي انا معاك، يلا بقى بسرعه. هي دي الشقه. ليه هو انت مش طالع معايا ولا ايه؟ اطلع معاك فين؟ ده بهدلني. ما تخافش. لا اخاف، اطلع انت وانا هستناك هنا. ويشتغل معاك. ايوه غريب، هي دي الحقيقه صدقني. ما انتش قادره اصدق حد يا ستي نبيله. حتى انا؟ بلدك ظلمت. انت اللي ظلمت نفسك. اتغربت جواها. عشان مشيت غلط. غلط غلط اني عايز اشيل الالف واللام. سجن 2 سنين عشان حرفين. معلش ولا يهمك، انا هطلع لك بطاقه تانيه ان شاء الله. 2 سنين تاني. ما انا قلت لك عمي ظابط وهيساعدك، هكلمه بنفسي عشان اخليه يساعدك. اتفضل، ادي الكارت بتاعه وفيه العنوان. هو هيكون نبطشيه بكره، هخليه يستناك بعد بكره. خايف خايف اتعلق بوهم يا ست نبيله. هتعلق بوهم احدفني على الانفرادي. القاضي ما بقاش طايقني، المرة دي فيها اعدام. عملية تزييف الدولارات انتشرت، وتقرير المباحث افاد بان في عصابة تخصصت في تزييف وترويج العملات الاجنبية. السبعاوي. بالظبط، اديك ابتديت تفهم الموضوع. حذرت بهجة، انا لما اخترتك للعملية دي مش معنى كده ان احنا اللي عايزينك، لا انت اللي محتاج عملية زي دي عشان عارف. عارف مش عاوز اي حاجه تاخر ترقيتك المره دي. طل ساعاتك يا فندم. كمان العصبيه مش مطلوبه ابدا في العمليه دي. انا مش عصبي يا فندم. واضح. متاسف يا فندم. لسريه العمليه دي انا هبعت لك المسؤول عنها في البيت بتاعك. مين يا فندم؟ يونس الطبجي. يونس بيت طبجي هيشرف بيتي؟ الله، انت تعرفه؟ لا. على العموم هو هيناقش معاك كل التفاصيل. انا الحقيقه سمعت عنه كتير قوي يا فندم، بس عمري ما شفته. اديك هتتعرف عليه. انا عايزك بقى المره دي تاخد بالك، لان انا مرشحك على مسؤوليتي. طمن سعادتك يا فندم، انا ان شاء الله هجيب لك السبعاوي من الافاق. انا مش عايزه من الافاق. امال منين يا فندم؟ انا عايزه متلبس. هيحصل يا فندم، هيحصل. هو ده العنوان. اتكلمت على الله بقى، خش على الشقه على طول. ايه بقى فين؟ تعالى معايا. ادي معاك فين؟ ده بقول لك عاملها ظابط بوليس. يا جدع ما يهمكش. ما يهمنيش ايه يا حبيبي؟ لا انا بتشائم. خش. اخش ايه؟ هقول له ايه ولا اتصرف ازاي؟ هتتصرف ازاي ايه؟ هي مشكله؟ اضرب الجرس هيفتح لك، خش واتكلم معاه في الجرس. ايه؟ اه. انت بتعمل ايه؟ تقول لي اضرب الجرس؟ زغز العجله برضه هو قاعد لك هنا، خش على الشقه. تعالى معايا شويه. خش بس. أنا هستناك هنا. طب ونبيلة؟ مالها نبيلة؟ إيه؟ عيبكم أولاد مصر ما بتفهموناش بسرعة. نبيلة يا جدع إحنا فين ولا فين؟ اتكلم الأول على البطاقة وبعدين نبيلة أمرها محلول، بالبطاقة هتحل كل حاجة، خش. إيه؟ آه لو زعلت عليك غيتني. غيتك؟ اتقبت يا جدع، أنت بتقول إيه؟ طيب حد إحنا سايبين شغلنا؟ أما نشوف آخرة اللقمة الشريفة. اهلا اهلا سعاده الباشا. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل يا باشا، اتفضل. الاسم نور يا فندم، الشغل نور يا فندم. اتفضل يا باشا. اهلا يا فندم، اهلا يا باشا. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. اهلا 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 بيك. اتفضل سعاده الفندم، اتفضل 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 يا باشا، اتفضل هنا يا باشا. الله يخليك. هنا يا باشا، اتفضل 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 اتفضل. شرفت يا باشا. الله يخليك. اهلا بيك، اهلا وسهلا يا فندم. هو نبيلة بنت اخويا المرحوم. ايوه طبعا، مرواني. ما هو الاستاذ نبيلة. طب تعالي كعكة في صمت. اهلا بيك، اهلا وسهلا. وحشتيني حضرتك. الله يخلي سعادتك يا باشا. اهلا وسهلا. الحقيقة مقابلة حضرتك دي شجعتني ان انا عارف كل حاجة. وحضرتك عرفت بالتفصيل؟ ايوه بس لازم تعرف حضرتك ان اتمرمطت في الاقسام، دخت، وده اللي ادى سعادتك خلفية كويسة. انا كنت ادخل حجز من دول صوتي يجيب الاقصر. يا سلام. عموما الحزم مطلوب. نعم الحزم مطلوب وضروري. ايوه بلد حضرتك، انا دخلت السجن 3 مرات كمان. 6 اشهر في 6 اشهر في سنة. ايه ده؟ ده كورس كامل. هي دي التجربة الحقيقية. ده اللي عملك يا يونس بيه. غريب؟ لا غريب ولا حاجة. مش دي شيء؟ مؤاخذة. بالك حضرتك التلكة دي بالنسبة لي كانت مجرد زلزلة. هما ما يكونش الا كده. طبعا مش مجرمين. مجرمين وبس، دول وحوش. ده انا اي لفته او همسه على الحبس الانفرادي عجل. يا سلام، هي دي الاداره الحكيمه يا يونس بيه. يونس ايه؟ يا بيه غريب. غريب؟ ما غريب الا الشيطان، احنا عارفين كل حاجه، كل كعبه. طيب ما دام كده بقى يا سعاده الباشا نخش في الموضوع. نخش؟ هو بالنسبه لعصابه السبعاوي مدرسه، هو مدرسه الارهاب، مجرم خطير جدا. لا بس انا بمشيئه الله هيتوب على ايديا. ربنا معانا ساعة البيت. وده العشاء برضه. قهوتك ايه؟ زياده. قهوتك يا نبيلة. زياده. قلت لي زياده يا نبيلة. شوف يا سعاده البيت. يا عصابة السبعاوي ابتدت تمارس نشاطها في التزييف من 4 سنين، يعني لما الدولارات ابتدت تزيد في البلد. دولارات ايه؟ مدرسة ما جابتش سيرتي، ومع ذلك جابتها. انت حر، حس كده. طب ايه يعني؟ عايز شوف يا سعادة البيت، احنا حنرش كده. هي ايه حكاية الرش اليومين دول؟ يا سعادة البيه احنا هنرش سرية حوالين بيته، مش هنرش عشان نجيب هوا. ايوه سرية يا بيه. انا كل اللي طالبه من حضرتك هو كارت. انا عارف. ايوه يا بيه، ده بيته. ايوه، وده الوكر بتاعه. وكر ايه؟ احنا هنرش سرية حوالين بيته وحوالين الوكر بتاعه. وكر ايه يا بيه ورش ايه يعني دلوقتي؟ كل دي عشان بطاقة يا سيدي فهمت. دي خرابة. ده بيته. ايوه دي خرابة. عاوز ايه؟ الباب بيخبط يا عم. افتحيه انت يا نبيلة، معقول اسيب بايدي عشان افتح باب؟ حاضر هفتح. احنا كنا فين؟ في الخرابة. بهجة قد ايه موجود من فضلك؟ ايوه يا فندم، اتفضل. احنا هنقعد في الخرابة 8 ايام، وفي اليوم التاسع هننط على بيته في الدور الاول. شوف حضرتك، هي خطة معقولة قوي. متشكر يا فندم، بس انا مش موافق. مش موافق؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. عمي بهجة البيت. مش موافق. اهلا وسهلا. ايه في ايه؟ ايه انت مين؟ يونس الطبجي. مش ممكن. قرية بهجة، اتفضل اكد بنفسك. أنا غريب سيد مخيمر. امال ليه قلت له إن أنت يونس؟ يا بيه أنا ما قلتش. حضرتك اللي عمال تقول يونس وأنا أقول لك غريب، تقول لي ما غريب إلا الشيطان. أمال إيه الخطة اللي كنت عمال تتكلم معايا فيها دي؟ لا ليه؟ أنت اللي خططت. أنا عرفتك يا أنت. طب العصابة؟ لا عصابة إيه يا بيه؟ أنا جاي عشان البطاقة. بطاقة؟ يا ريت أنت مش معدي في الخرابة معاك وعمال تخطط. أنت اللي عارفك يا ريت. أنت اللي خربت بيه الحقيقة يا ست نبيلة. نبيلة مين؟ إيه يا عم؟ سيبني يا عمي، والله الراجل اللي انا كلمته معاك. بلاش تعالى بلاش، انت هتقول من وشي خالص. سلام فاهم؟ اطلع بره خالص، دي اقل ما يجب. اطلع بره بخلافي. بره يا بره، ولا كلمه بره. انت هتقفلني وقلت بره يا حي بره. سيبني اقول لك يا باشا يا كمان، انت خالص خالص جوه. مش انت بره، انت بره يا عمي، بره يا كمان. ايه يا عمي اللي عملته ده؟ انت اخرجي. ايه ما وريتك؟ استنى عليا. مشيته وخدت منه كيكه. ايه نقول مبروك؟ مبروك ازاي في البلد دي؟ ايه حصل ايه؟ طلع عين، خطف مني الكيكه وطردني. بتضحك؟ الله، طب عمل كده ليه؟ عشان افضل زي ما انا غريب عن كل شيء، حتى عن نفسي. طب ونبيلة؟ مسكينة نبيلة، وقعتها سودة وبسببي. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. أنا عايز نبيلة، عشان عاوز نبيلة لازم أبقى بني آدم، وعشان أبقى بني آدم لازم يبقى معايا بطاقي، وعشان يبقى معايا بطاقي بقى مستحيل، وعشان أشيل المستحيل لازم أعمل الغلط. أنت اللي بتقول الكلام ده؟ لا مش أنا، الزمن والناس والأيام. عمري ما كنت محتاج بطاقي زي دلوقتي. ومن سمعك يا غريب؟ بعد إذنك يا فندم. الانسه نبيله بعتني عشان اخد البدله. هم دايما كده يجيبوا الحاجه وتنهم يزنوا عليها لحد ما اجيبها لي. وانت حسابك كام؟ 50 قرش. طيب خد جنيه اهو. تشكر. مع السلامه. اي خدمه. انت بتعمل ايه؟ مش عارف بس اكيد هنصرف. غريب اوعى تتهور. انت اللي بتقول كده؟ غريب ده خطر كده. هو بعد اللي شفته ده في خطر؟ اللي انت بتعمله ده في على الاقل بتاع 10 سنين. بالبدله دي كل السكك هتتفتح قدامي. الكل هيختم ويعظم. اي مكان ادخله الكل يعظم ويختم. يا خساره ده انا كنت محتاج لك يا غريب. انت؟ صدقني غريب انا عمري ما كنت محتاج لك زي دلوقتي. زمان لما كنت انت محتاج لي كنت بمشيك في الغلط. انا النهارده محتاج لك، عايز امشي معاك في الصح. غريب انا تبت على ايديك، عايز ابدا معاك من جديد، نشتغل ونفتح محل الفول ونكسب بالحلال وهتتجوز نبيلة. ارجوك يا غريب عشان خاطري ما تهدمش كل حاجه. ارجوك يا غريب، ارجوك ما تضيعش الاحساس النظيف اللي انا عايش بيه دلوقتي. البدله هي حصلت يسرق البدله ميري كمان. عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان انا اروح في داهيه وهو هرميه طول عمره في السجن. يا عم غريب مش ممكن يعمل كده. عمل كده. المكواجي قال لي على اوصافه. المكواجي بيكذب ما بيكذبش. المكواجي اقترح في الاسم. الاسم؟ ايوه الاسم. انت فاهم ان انا هسكت؟ مش كفايه لفت نظري الجري بسببك. جايبه لي راجل في البيت استهانم. عمل كده. الموقف البذيء ده سبب في طلوعي من عمليه السبعاوي، حرمني من اثبات وجودي. يونس بيه جاب لي لفت نظر. وانتي مش هتشوفي الشارع والكليه. مش كليه، مستقبلي. لما ادور انا على مستقبلي الاول يبقى دوري على مستقبلك. ولعلمك مستقبلي المره دي هيبقى على حساب مستقبله هو. اسمع، احنا هنروح اي بلد بعيده في الارياف وندخل اسم البوليس. بالبدله؟ امال بالجلابيه؟ طبعا بالبدله. يا غريب انا قلت لك ان دي جنايه. اسمع الكلام بس، محدش دريان بحاجه. هناك الكل هيشوف ظابط برتبه كبيره، الكل هيعظم. نختم الاستمارات في ساعه زمن البطاقه تطلع ونرجع على طول. وبعدين مفيش في دماغي غير حاجه واحده دلوقتي، اتجوز نبيله. ده سوابق خطير، ده اتسجن 3 مرات. جنح ما تفرقش. كويس قوي انك جبت صورته. انا هدخل اجيب لك موافقه سياده اللواء. على ايه يا فندم؟ عاوز اوزع صورته مع نشره على كل الاقسام. ماشي يا سيدي انا موافق. شكلها وسعت يا باشا. بهجة فندم، بالحق في موضوع كده كويس ان انا افتكرته دلوقتي. خير يا سعاده الباشا. عايزك تلم حاجتك وتسلم مفاتيح مكتبك. خير يا فندم. ليه؟ ابدا عشان هتتنقل. قصدي سعادتك هتنقل الاوضه اللي على يمين سعادتك، هي فعلا اوسع يا فندم. لا ابدا، هتتنقل خارج القاهره. غريب افتح يا غريب. بدري قوي كده. من فضلك يا استاذ غريب فين؟ ضحي روح قلبي. نعم؟ خدوه. هما مين دول اللي خدوه؟ بتوع الجيش يا دنايا. ايه؟ لبس بدلة الجيش ونزل مع القائد بتاعه من الفجر. يعني الرجلة دي اللي لبستني فيها يا عم، انا دم نشف وانا جوه الاتوبيس. يا جدع انت ما تخافش، جمد قلبك. امال هي ديتها بس اوصل للنسر امسكه احضنه وبعد كده يبقى كله تمام. بمناسبه النسر، انت ايه اللي عملته ده؟ ايه حكايه تذكرتين دي؟ امال انا ازوغ في الاتوبيس؟ تزوغ ايه؟ انت من حقك تركب مجانا. ايه؟ كارثه. بوليس بوليس. كنت معاك تأمس يا مدرسة. ليه؟ كنت معاك. ظابط. يا بيه. ايوه انا. جنابك بتجري وراه ليه يا بيه؟ ورا مين؟ الولد ده. اجري اجري هاتي من قفاه، اجري من قفاه. ثانية واحدة بفهم حضرتك. تعالي أنا هشرح لحضرتك إيه الموضوع. اشرح لي. تقدر تقول لي أنا جريت مع حضرتك ليه؟ ما أنا هفهمك قدامي أنا، ما أنا هفهمك قدامي. أنت وجعتك سودي. تعال المتهم يا فندم. أيوه تعال أهو. أيوه ده متهم. أنت متهم إيه يا بيه؟ متهم إيه؟ اخرس خالص. البطاقة بتاعتك فين؟ نعم. البطاقة بتاعتك فين؟ بطاقة إيه؟ النقطة بتاعتك فين؟ خلاص اسكت ده. فين النقطة يا شويش؟ أجي مع حضرتك يا بيه؟ يعني إيه تيجي معايا؟ اتفسح وتسيب محل شغلك؟ اتفضل في شغلك. وانت؟ لا قدامي يا ابن الابلس، انا هوريك. انا؟ منورين يا سعاده البيه. شاي، قهوه، عناب. متشكر. اقعد. حاضر. انت اسمك ايه؟ الصول سعيد عثمان يا فندم. لا قول لي يا الصول سعيد. يا فندم انت لوحدك هنا؟ لا يا فندم معايا حضرة الضابط كمال. وهو فين؟ وصل المديريه، جات بشاره مستعجله راح يستلمها بنفسه. ما تلوكش كتير، خلص نفسك. ايوه خلص نفسك. خلص. الجدع كان مضايقك في حاجه سعاده البيه؟ قول لي. لا مضايقني ايه؟ ده الشغال بتاعي. نعم. اخلص هاي. بقول لك كده يا حصول سعيد. يا فندم يا سعاده الباشا. انا اصل كنت في مأموريه هنا في العيس به اني والولد ده. امر سعاده الباشا واحنا ننفذ. لا يعني معايا استمارات بس، وكنت عايز اختمها بختم النسر. احنا عاوزين نعمل حاجه تليق بالمقام يا سعاده الباشا. لا ما دي عشان البطاقه. ولزومها ايه البطاقه؟ انت مسيادتك معاك الكارنيه الميري؟ لا دي عشان الزيت. نعم. اصل اني والواد دي البطاقه عشانه مش عشان بسرعه يا سعيد. اختم الاستمارات وبسرعه. استنى. اجري هات الختم واختمها قدامي. اجيب لك الختمه هنا قدامي. اؤمر يا سعيد. يلا يا سعيد يلا. هانت يا مدرسه، هاني اروك بيسال. ومن سامعك اخويا تفتكر النسر هيرضى يجي معاه؟ الخدمة جاهزة يا سعادة الباشا. أهلا وسهلا يا سعادة الباشا. أهلا بيك. اتفضل يا فندم ارتاح اقعد. أنا اللي أختم والنبي. ما يصحش يا سعادة الباشا. هشوف أتملى منه. الله، هو سعادتك مش مصدق إن الخدمة ده بحقه حقيقي ولا إيه؟ ما تسيبه يختم ويخلصنا. يلا يا حصول. حاضر عينيا اتنين. اقعد اثبت ما تبقناش في داهية. دقها الله لا يسيئك. دقها. انتوا ما شربتوش حاجه الاول؟ مش تشربوا حاجه؟ شاي قهوه. متشكرين قوي يا حصول، احنا شاربين كده. حاضر. يلا بقى الله يكرمك. هنا ولا هنا؟ املى الورق. الختم في كل الورق. حاضر. يلا. مين؟ سعادة الباشا رئيس النقطة الجديد؟ عندنا على الكلام يا فندم، النقطة المنورة. غريب سيد مخيمر. صح، الاسم صح. يعملوا ايه دول هنا يا حصول؟ سيادة الرائد كان عايز يختم بختم النسر يا فندم. زوج لص وانتحل، خدوا على الحجز لحد ما رقله. هو مين؟ حضرة الرائد. الرائد الواد ده خدوا على الحجز الانفرادي. اذا وريتك بقى انت مش رائد ولا مش رائد، ده انا هطلع البلع على بنتتك وشاي وقهوه. سيبت مفاصلي. امشي قدامي امشي قدامي. ده انا هسوي فيك الهوايل. لحظه واحده بس يا حسوني. عايز ايه؟ لحظه واحده اعمل معروف. مدرسه ما تسيبليش يا مدرسه اللي في عرض. ما تخافش يا بني، ما تخافش كويس. يا سعاده البيه غريب مالوش ذنب في اللي حصل ده. امال مين؟ انا يا سعاده البيه. لا انا سعاده البيه اللي عملت كل حاجه ووضبت كل حاجه. لا صدقني سعاده البيه، انا اللي سرقت البدله وانا اللي خليته يلبسها وخليته يجي هنا عشان يختم الاستمارات. انا اللي موضب كل حاجه يا بيه. لا الله ما تزعلوش نفسكم، انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين. لا لا يا سعادة المدرسة ملوش ذنب، انا اللي عملت كل حاجة، انا اللي خططت لكل حاجة. بس يا غريب ما صدقوش يا بيه، هو ده يعرف يعمل حاجة؟ يا بيه انا اللي مشيته في السكة دي من الاول خالص، انا اللي اتسجن مش هو. لا انا اللي عملت كل حاجة. يا انت هو انتوا هتعزموا على بعض. حسون يا فندم، خد الواد ده رحله على المديرية عشان يعرضوه على نيابة بكرة الصبح. امرك يا فندم. اما البيه صديقي فخليه ضيفنا هنا كام يوم في الحجز. لا يا سعادة البيه، لا مدرسة مالوش ذنب، أنا اللي خططت. ما تروحش يا مدرسة، أنا اللي عملت كل حاجة. فاكر؟ معلش يا غريب، معلش أنا كنت عايز أفديك لكن مش بإيدي، النصيب بقى. لا يا مدرسة ما تخلوش يروح يا سعادة البيه، صدقني أنا اللي سرقت البدلة، أنا اللي عملت كل حاجة. خده حسون، خده. لا لا يا سعادة البيه، مدرسة أنا اللي عملت. اعمل فيها إيه؟ اخلص أنت، اخلص. اما انت يا سي غريب فحسابك هيبدا معايا من دلوقتي اهو. العب بدلتك، العب بدلتك يا رنت، العب. خدها معاك على المديريه. حاضر يا فندم. مدرسه اي خدمه تانيه يا فندم. خد الاسطاب ده ضيفه عندنا، ولعوا البنطلون الميري بتاعي. حاضر يا فندم. موجود يا مدرسة، مدرسة أنا ضعت يا مدرسة، مدرسة ما تسيبنيش يا مدرسة، أنا ضعت يا مدرسة، مدرسة ما تسيبنيش يا مدرسة، مدرسة.